الإحصاء العام للسكان اللي غادي يكون هو مهم جدا بالنسبه للفلاحه. كاع داك الشيء اللي كاين في العالم القروي راه كيهم، وحنا كنبنيو على هذاك باش كنمشيو كان يعني تكون عندنا الاستهداف ديال المؤشرات اللي هي فلاحيه واللي هي ما كايناش في سجل نتاع يعني السكان. طيب حقيقه ما يروج حول سلامه منتجاتنا الفلاحيه والغذائيه خاصه، كنا يعني كنسمعوا ديما في مجموعه من البلدان الاوروبيه كاين يعني انظمه تفعيل انظمه الانذار ربما بخصوص السلامه، هذا يطرح مجموعه قلق لدى المواطن المغربي. وشي مره حتى كنسمعوا في الاسواق تيقول لك هذاك الشيء اللي كيرجعوا ما تيبغيوش يبيعوه لينا حتى حنايا، ما حقيقه هذا الامر؟ لا، هذا الشيء اولا ما كاينش، داك الشيء اللي ما بغاوش يشريوه ورجعوا، الحاجه اللي مشات ما كترجعش، بعد كتمشي للاتلاف ولا هذا ما عمرها كترجع. ثانيا السلامه الصحيه ما فيهاش يعني زوج ديال الامور، هي خاصها تكون وكاين واحد الصرامه وكل يعني الامكانات كتوظف. هذا الشيء اللي كيروج واللي شفناه يعني في هذه الشهور الاخيره وهذا، هذا الشيء جاء من يعني الناس اللي عندهم هذا الشيء ديال لا كونكورونس مع المنافسه واحد المنافسه يعني في مصلحتهم ضرب المنتوجات الفلاحيه المغربيه وراه شفنا اللوبيات كيفاش كيعملوا وهذاك الشيء مهاجمه مجموعه من الشحنات المغربيه وهذاك الشيء الانذار. انا ارقام يعني هذا راه ماشي هما اللي كيديروا الارقام، ماشي احنا. الانذارات اللي جات لبلادنا على 3 سنين جاونا واحد زوج الانذارات على ذاك المشكل اللي كنهضروا عليها في لافريس. فرنسا جات لها 28 انذار واسبانيا اضعف من ذاك الشيء، دونك ما عمرو تكلموا عليه. دونك هادو زوج في 3 سنين غادي، فهذا ومع يعني ذلك موجه. يعني حشرنا في الزاويه كبلد ربما يعني، وكانت واحد الهجوم اعلامي كبير على المنتجات الفلاحيه المغربيه وهذه مستهدف واستهداف، ولكن غير اللي ما خصناش نطيحوا فيه يعني كغلط، باش حنا خصنا نعرفوا المعلومه الصحيحه يعني على الصعيد الوطني والمواطنين يعرفوا الحاجه الصحيحه. المنتوجات ديالنا لو كان ما كانش كان فيها اشكاليه، نقول لك لو كان عندنا اشكاليه صحيه راه ما عمرو يمكننا نصدروها نهائيا، وماشي غير ما كانش غير اوروبا، حنا كنصدروا سميتها البريطانيا، كنصدروا لامريكا، كنصدروا ربما كندا. قد يقول قائل بانه هذه ربما المنتجات لانه كاين معايير ديال الاتحاد الاوروبي صارمه، ولكن المنتوجات الموجهه للداخل ربما لانه هناك اشكالات واسئله تطرح حول يعني استعمال المبيدات يعني في المجال الفلاحي ربما غير مراقب بالشكل الكافي والفعال. لا، هو مراقب يعني غير باش نكونوا واضحين، مراقب بعد الاستعمال غير هذا راه كاين في كل هذا واحد 5% ولا هذا كيوقع، ولكن المراقبه هي صارمه. عندنا منظومه ديال المراقبه هي اللي معترف بها على الصعيد الدولي، وراه ماشي غير اوروبا اللي كاينه، راه كاينه امريكا، واش الامريكيين ما كيحافظوش على الصحه ديالهم، واش البريطانيين ما كيحافظوش هذا، على داك الشيء اللي كنقول لك راه هذه المنافسه، لان مع هذو كيتنافسوا معنا اكثر من جوايا اخرين. فعلى الصعيد الوطني نفس يعني الصرامه اللي كاينه في المنتوجات اللي كتمشي لبرا هي اللي كاينه هنايا عندنا على الصعيد الوطني. شنو هو الفرق؟ الفرق هو انه هذاك الشيء يعني ما كاينش تمييز ما بين المواطن المغربي والمواطن الاوروبي، هذاك راه موجه كاينش هادشي. لا لا ما يمكنش. اللي كاين هو ماشي في السلامه الصحيه، هذا ما فيهش يعني ما يمكنش يكون فيه تمييز. السلامه الصحيه هو خط احمر، ولكن فين كاين؟ كاين مثلا في التصدير، واحد يقول لك اودي خصني الليمونه تكون كبيره تكون صغيره، ماشي حتى في الجوده، غير في النوع ديال هذا. المعايير ديالنا ماشي هي هذيك، حنا بنفسنا انا بنفسي كنمشي لذاك الشيء اللي كيبقى لنا، هذاك الشيء اللي عندنا بلدي وهذا ما عندوش ذوك المعايير ديال هذا، ولكن صحي، ولكن عنده الجوده، جوده عاليه. فما كاينش هذا الشيء اللي خاصنا. باش نرجعوا لذاك الموضوع اللي مهم جدا في تنظيم السوق ديالنا وفي تنظيم التوزيع ديالنا، لان اليوم طبعا كاين لونسا كدير هذا الشيء ديال المراقبه على الصعيد ديال الضيعات، على الصعيد ديال بعض الاسواق وهذا، ولكن خصنا التنظيم باش المتابعه هذا الشيء ديال التراسابيليتي تكون عندنا ملي كيدخل للسوق حتى كيوصل. هل تم رصد مخالفين فيما يخص استعمال؟ نعم. يعني هاد نعم. واش كاين شي حصيله السيد الوزير تقدموها؟ نعم. في خصوص مثلا ما عنديش الارقام عدد المخالفات ربما والناس اللي تعاقبوا. احنا كل سنه
كاين واحد العدد كبير اللي كيكون وكاين يعني المخالفات وكيتعاقبوا وهذا راه الاحصائيات عند المكتب الوطني للسلامه الصحيه يعني باستمرار كاين عندنا هذه الاشكاليات هذه ولكن بحال في البلدان كلها يعني ماشي غير مي كاين واحد الصرامه وكاين لا فيما يخص المبيدات ولا فيما يخص الاستعمال غير المعقل ديال بعض يعني بحال هذا الشيء ديال الاسمده اللي كدار فوق الاشجار وهذا حتى هي عندها المعايير ديالها مهمه ويمكن تضر يعني الصحه ديال المواطنين فهذا الشيء اللي كيتسمى لي ريزيدو كاين واحد